اليوم كما كتشوفوا نعقد ندوة صحفية من أجل إبراز واحد المجموعة ديال المواقف ديالنا بخصوص المآلات ديال المعركة، بخصوص التفاعل مع المستجدات الرهينة. فلذلك حنا كلجنة وطنية لضحايا امتحان المحاماة لطالما عبرنا على مواقف ثابتة من أنه لا يمكن القبول بأي حل يتجاوز الخروقات ديال امتحان دجنبر 2022. كنا متمسكين بانه يجب محاسبه المتورطين في هذه الخروقات. الخروقات اللي كانت خروقات جمه والراي العام كلشي على اطلاع عليها، وكانت خروقات مفضوحه للعيان وللعامه. فاذا به من بعد واحد المعركه دامت اشهرا، يعني كانت معركه مستميته، ناضلنا راسلنا مؤسسات، توجهنا للقضاء، توجهنا لمجموعه من المؤسسات باش انها تنصفنا لحدود ساعه لا مجيب. لكن كان التدخل ديال الوسيط من اجل انه يكون التوصيه ديالو كانت هي حل انه يكون واحد الامتحان جديد اللي من خلاله تعطى واحد الفرصه ثانيه، وانه تكون فيه ضمانات ديال الشفافيه والنزاهه. وكان السيد الوسيط وعدنا انه غادي يكون ضامن للشفافيه ديال هذا الامتحان وانه غادي يضمن النزاهه ديالها. فاذا به كنتفاجئوا ان وزاره العدل من خلال هذا الامتحان الجديد اللي داز في يوليوز 2023 كان امتحانا كارثيا، وكان امتحان اللي تسبب لنا يعني اللي لاحظنا انه تكررت فيه واحد مجموعه ديال الخروقات. بالنسبه للمقاطعه ديال الامتحان الجديد، صراحه واحد مجموعه ديال الشباب كانوا عازمين انه انا شخصيا كنت ما غاديش ندوز هذا الامتحان لولا الالحاح ديال الزملاء ديالنا، وما تسجلت حتى لاخر لحظه. لكن فوجئنا، لكن انه الاخوان قال لك نمشيو ندوزوه لعل وعسى يكون واحد الامتحان نزيه وشفاف، واللي من خلاله ممكن اننا يعني ما يمكنش انه نضيعوا هذه الفرصه، وما يمكنش انه كاينين الناس معنا اللي ما بقى لهم والو يتجاوزوا السن ديالهم. كاين انه حتى هذا الامتحان جا واحد الحل من بعد النضالات ديالنا، ما يمكنش اننا نخلوه يضيع وتخلي الفرصه تضيع على واحد المجموعه ديال الشباب. من البدايه منذ الدخول يعني لقاو الدراري انه كانت من الشروط ديالهم الاخوان المرصبين اللي كانوا ناقشوا الشروط مع السيد الوسيط، انه ما خص تكونش ديك ناقص نقطه، خص تكون اسئله واضحه، اسئله محدده في القوانين اللي كتهم المهنه. رغم انه شفنا الحشو ديال مجموعه ديال الامور ديال المتقين ديال المفوضين، امور يعني مفصله خارجه على النطاق ديال العمل ديال المحامي اللي كان امتحان تعجيزي. كان شي اخوان اللي كانوا غادي من ديك الوقيته، كان اللي انسحب من الامتحان ما بقاش كملوا، كان اللي دوز الامتحان وكان باغي يحتج. لكن للاسف لقينا ان وزاره العدل كتفرض الامر الواقع وكتخليك تمشي فيه. لكن من اجتزنا هذا الامتحان هذا كنلقاو انه كاينين الناس عندهم اجازات ليست تخصص القانون العام او الخاص كما هو منصوص عليه في القرار المنظم للامتحان، كنلقاو انه ناس موظفين اجتازوا هذا الامتحان بدون الحصول ديالهم على ترخيص من اداره العمل ديالهم. فهذا هذا هذا بوحده كفيل انه يلغي هذه الامتحانات، وهذا الامر ثابت لدى الاداره. وحتى وزاره العدل هي المخطئه وهي التي تتحمل المسؤوليه في ذلك، لانها يعني دوزات ناس دوزوا ما عندهمش الترخيص باش يدوزوا هذا الامتحان، في حين انه تم اقصاء الناس اللي كيستحقوا انهم يدوزوا. كذلك شفنا مجموعه ديال الخروقات اللي من ضمنها الغش اللي كان متفشي بواحد الشكل اللي فظيع داخل مراكز الامتحان، بحكم انه الضغط ديال شهر ما كانش كافي لاعداد الامتحان، بحكم انه الناس شافوا كيفاش دازوا الناس في امتحان الاخر، يعني الغشاشه لقوا الفرصه ديالهم. كذلك انه لاحظنا ان سجلنا انه كانت لوائح حزبيه ولوائح ديال شبيبات حزبيه تقدمات وتقبلات وتم التنجيح ديالهم، رغم انه المستوى ديالهم يعني مستوى دون المستوى باش انهم يجتازوا هذا الامتحان او انهم ينجحوا فيه. وهذا الشيء اغلبيه المرصبين اللي معنا كانوا على اطلاع عليه منذ البدايه، ولكن اكدت النتائج من ظهرت الاسماء ديالهم. كاينين بعض الزملاء قلال اللي نجحوا، زملاء اخرين الزملاء اللي كانوا كيناضلوا اللي كانوا ضد، لان ربما غتكونوا تابعتوا معنا الانشقاقات والانقسامات اللي كانت انه ناس مشوا مع التوجه ديال وزاره العدل ديال انه يدار امتحان جديد وانه عفى الله عن مساله فنساو داك الشيء وما بقاش نناضلوا عليه. كاينين الناس وافقوا على هذا الشيء، حنا اللي بقينا متمسكين بانه يجب محاسبه المتورطين، ولا على الاقل اللي دار شي حل عادل ومنصف لهاد المرصبين، لان حنا اكدنا لهم في الحوار مع وزاره العدل ان هذا الامتحان غتعاودوا فيه نفس الخروقات وغتنجحوا فيه دوك الناس اللي ما نجحتهمش
من الاحزاب ديالكم ونوضوا لكم صداع ومن ابناء النافذين في المهن القانونيه والقضائيه. كنلاحظوا انه الناس اللي كانوا عارضوا الطرح ديال وزاره العدل وعارضوه بشده تم الترصيب ديالهم بشكل متعمد، في حين انه تم تنجيح ناس اللي عقدوا ربما مساومات، كاين اللي نجح كاين اللي نجح بالمجهود ديالو، كاين الناس اللي عقدوا مساومات منذ البدايه، وكل المرصبين اللي كانوا كيناضلوا معنا في القضيه عرفوا شكون اللي باع القضيه وشكون اللي ما باعهاش، وهذا التفصيل ما بغيناش ندخلوا فيه. زياده على انه كاين الناس اللي محزبين دازوا عبر لوائح حزبيه، سواء من الناس اللي ناضلوا معنا سواء من ناس اخرين، ولكن هذا لا يعني انه انسان ناضل معايا، انسان واخا نبغي ليه انه ينجح ويدوز ونشوف خروقات ونسكت عليها، هذا لا يمكن. حتى الامتحان اللي فات رجحوا فيه اصدقاء ديالنا ولبسوا البدله ديالهم وكنهنئهم عليها، ولكن ديك الخروقات اللي دارتها وزاره العدل حنا لازمنا متمسكين انه يجب محاسبه المتورطين فيها ولا يمكن ان نتجاوزها باي شكل من الاشكال. لكن وزاره العدل كما مجموعه ديال الموظفين ديالها من خلال الحوار اكدوا لينا انه راه غتندموا الا ما وافقتوش على هذا الامتحان الجديد. الكل يعلم الخروقات السابقه للامتحان الذي سبق هذا الامتحان والذي على اسره تقرر اجراء امتحان جديد والذي بدوره لم يسلم من التلاعبات او نفس التلاعبات التي طالت الامتحان السابق. لذلك نحن يعني نلتمس من الوزاره فتح مجال للحوار من اجل التوصل الى حل بديل ينهي هذه الازمه ويطوي هذا الملف بشكل نهائي. وكبديل لدينا نحن هو اما اننا يتم تمكيننا من اللجوء الى المرحله الثانيه المقرره في هذا الامتحان هي الشفوي، او الغاء هذا الامتحان وتنظيم امتحان جديد يستجيب لشروط ومبادئ الشفافيه والنزاهه وتكافؤ الفرص. طبعا غير ذلك من غير هذه البدائل فنحن ان شاء الله سنعزم وسنعاقدين العزم على ان نواصل هذا المعركه وعلى تصعيدها، ومستعدين للدخول الى اضراب علي الطعام الى ان يتم الاستجابه لهذه المطالب المشروعه والتي على اساسها ارتضينا وقبلنا بالامتحان الجديد، الا ان الوزاره اخلفت وعدها للمره الثانيه واثبتت عجزها وعدم مقدرتها على تنظيم امتحان شفاف ونزيه يستجيب لمبدا تكافؤ الفرص.